كابتن وليد، تعالى بقى نخرج شوية من حالة الفرحة والنشوة اللي احنا عايشين فيها كلنا، وتكلمني شوية عن المباراة. ولما بيبقى وليد صلاح الدين موجود في الجانب الفني كلنا بنسكت. بص، النادي الاهلي ابتدى كويس التشكيل زي ما احنا متوقعين، لكن بعد كده النادي الاهلي ما كانش كويس. ما كانش كويس ليه؟ لانه مش قادر يطور الهجمة من نص الملعب للناحية الهجومية. صحيح. تعبانين وارد، مجهدين وارد جدا. انت كان معاك الاستاذ طارق قنديل وقال لك كلها سفريه واحده، سفريه واحده طويله جدا. بس خلينا اقول نقطتين مهمين. فكره السفر قبل المباراه بخمس ايام في جنوب افريقيا فكره رائعه طبعا، تكرارها في الدوحه برضو فكره رائعه طبعا. نعم. احنا عملناها قبل كده مع مانويل جوزيه في دوري الابطال، ودي خبره الخطيب. نعم. طبعا، ودي نقطه مهمه جدا، لان انت لو تفتكر يا كابتن احنا اول بطوله رحناها قبل البطوله على طول. يعني السفر الطويل محتاج دايما انك تروح بدري شويه. نعم. دي نقطه مهمه جدا. سفريه واحده طبعا نقطه مهمه طبعا، انك تروح قطر قبليها بخمس ايام هتعرف تتمرن، هتعرف تقفل على نفسك. كارثه بشكل كويس. كان المفروض يوم 25 عندك مباراه سيراميكا هنا. لولا ان الاهلي قدم الحل ان انا ارحل اعمل الاولمبياد. ايوه صح، فكره برضو. ما نعم، للاسف الاهلي يعني خلاص هو ده دلوقتي كل الانديه بتشتكي. قدرنا يعني دلوقتي كل الانديه، محمد عبد المنصف بيشتكي، فؤاد دجله، خالد عيد بيشتكي في المحله، وهكذا. النهارده طالع بيان من بيراميدز في كورونا كتير، كورونا في اصابات في الفريق ده معناه يعني احنا المفروض عندنا استوديو بعد بكره. ما اعرفش هتتلعب المباراه ولا لا اصلا. بيراميدز والاسماعيلي، فبرضه تاجيلات كتير جدا. والله يكون في عون الانديه، والله يكون في عون اتحاد الكوره برضه في الاخر. يعني الاهلي بقى المساله، الاهلي اكتر. نعم. فريق متضرر. طيب خلينا في الجانب الفني. الاهلي الشوط الاول مش كويس. يعني ابتدى شويه كويسين سبع. نعم. دقائق عشر دقائق، بعد كده مش قادر يطور الهجمه، مع ان التدريبات كلها بتحصل على السيناريو ده. يعني نهضه بركان بيضغط بطول الملعب. ودي الحاجه اللي بيحبها مستر موسيماني. ان من الشناوي لبدر بنون، بدر بنون بيطلع مثلا لايمن اشرف. ايمن النهارده ما كانش في حالته تحديدا، يعني هو وياسر ابراهيم كان في شويه لخبطه طبعا، الانذارات البدري لخبطتهم شويه، لكن تطوير الهجمه ما كانش موجود. مع انك انت بتشتغل على كده عليها. في بعض الاوقات كانت بتمشي كويس انها تتشال. نعم. لشريف. وشريف ينزلها القفشة وتروح الناحية التانية، بس تطوير الهجمة بعد كده ما كانت بتروح لحسين او لطاهر بتقف. أي. فالشوط التاني الراجل دخل بين الشوطين قال لهم يعني انتوا انا ما قلتش تلعبوا طويل. هو قال الكلام ده. نعم. في تصريحاته، احنا بنطلع بالهجمة من رجل لرجل. مظبوط. فاهدوا وباصوا كتير قوي الشوط التاني. الشوط التاني فرقة تانية خالص، فرقة تانية خالص. نعم. يعني بيطلعوا بالهجمة بشكل كويس جدا. كنا نقدر نكسب 3 و4 و5. الدنيا اتفتحت، واحدة في العارضة واتنين شالهم الجون وكده.